خير. اليوم كنت وايد لاهية وايد تعبت. حاطي له لعبة شد الراية. والله الراية عبيطة وايد. لا تعال هذا مثل نقازية بس يخاف. يخاف من نقازية؟ تعزها وما عنده ما عنده نقازية. أي الخبل. يا عيوني. بدال الحجاب لا تروح لا يمين ولا يسار عشان لا يطلع شيء. ايش هذا حجاب ثاني يعني ترى اوه علاوي هذا لعزيز اه شنو شنو انا شنو نفسه؟ أنا بنفسه؟ لا ها؟ نصرة نصرة شو نصرة؟ نصرة نصرة؟ نصرة؟ لا آه نصرة 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 شنو نصرة؟ إيش دراني شنو نصة بعد لغة حفيدك؟ نص شنو ما؟ أنا نصة شنو نصة؟ نص يعني ما جمعت العصير نصة جمعت كله إيه شرب عصير نصة آه أوكي إحنا طول مدة على بالنا قاعد تسب نجار نبي نجار نجار ما يخترب سوي ألمنيوم ما يخترب انا افكر اجيب نفس هذا هذا اللي انت بتسوي هذا حوالين حديقه لا انا افكر اجيب هذا الطربال عشان ما مبين شنو الطربال يما نسوي ابدان عام كنا بيوت اللي بحمدي طربال حط شيء شنو ما راح يجي البيوت لحمدي في الشركه لا لا ما ادري قش حق الزاويه لا ما نبي ما نبي حق الحشرات لا يا معود الحين موسم البريع صياد ما ادري ايش فيهم يقولون حق الشتاء على ابونا شتانا يطول شتانا بيومين بعد كله صيف شتاء وش بيومين وبعد شوي بيصير بيوم لما تسوين بالولد ارتجاج حبيبي شو تقول؟ ضبطك ثاني يوم كل الجو برد ثاني يوم كل الجو برد؟ ثاني الحين في وحدة عندها نفنوف عروس سوت العرس وخلصت نفنوف هالعرس انزين وايد ناعم وايد حلو اللي ما يحب الخبة انصحكم نفنوف عرس الحين اوريكم اياه اللي يبي ياخذه ولا يسأل عن سعره الحين احط لكم رقمها واراويكم النفنوف وايد حلو وايد ناعم يعني شوفوا العرس في ناس تحب تلبس ناعم في ناس تحب الكلوش هذا وايد ناعم تقدرون تستخدمونه حق الملكة الحين اقول لكم اراوي عروس الدمار وبنت وديهم داخل يا ابرار صاحنيهم ابرار ما صارت كلها رايحه شكرا ما صارت وين ناس انت اعطيك كف عن خاطري اعطيك اعطيك كف ايش تسوون البحر برا خليها برا خليها تنطر خليها برا انا بعطيتهم هذا قولي حق المره تي ونطلب اعطيتهم ملون وانا خدوا ما اعطيتهم منوم منوم حاطت لهم ريد بول عشان ينامون مبكر ريد بول اول طلعنا لا لا هو ابي يا حميده برا ما اعطيتهم زيرتك حميده برا روحي داخل ايه تعي فوق ما يبونها تروح فطوم خلاص روح قاعد هناك انت اكثر وحده تاذين اليهال خلاص روح قاعد هناك اف طبعا نفنوف العروس هذا حق طبعا بس حق ليله عرس هلبسته وشاريته 1500 النفنوف هذا قيمته 1500 وبتبيعه بسعر حلو سالوها كم تبي فيه بس بسعر وايد حلو ملاكم ما تدرون ايش سالفتها بنتي طلعت مشهوره بشيء ثاني
صدمت لي والله. انا صدمتني حيل قال مش فيهم. ما شاء الله والله طلعتي من المشاهير. بس بشنو؟ علاوي ملاك مشهورة بشنو؟ بالبطة. بالبطة؟ صح. هذا ايه البطة؟ اي انا مشهورة بشنو؟ مشهورة بالبقرة. بقرة هاش والله. طا 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 شو سوى طا؟ طا قط البطاط تحت طا 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 شو سوى طا؟ وين انت بتروحين حبيبتي؟ يلا ترى انتي بكره من الاساس اللي عليها هاي اللي امس شريناه يا نن يا نن زهره حبيبتي تروحين دبند ايوه زهرة هلا تروحين؟ انا متفقة باختي. انتي معروفة بشنو؟ زهرة تروحين دابن. كان في نملة مشت لزقت بعلج كان ريلها تنقطع. شفتوا اكثر واحد يضحك حق نكتة. واي سمن واي وات مغطي صورتك وانتي بغيتي تطحين. طيب مسكينه زهره شلون لاعنين خيرها شوتوا شوتوا خلوها تصلي واخروا بس عاي يا ما يلعبون علمت مديني ديش على خواتك الكبار مو عيب فاهمة؟ احبطيتي راسها عم بعين بليسك لحظة آية شون ساكتت لها وهي طقتك؟ شون ساكتت لها؟ لا 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 مش لا 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 مش لا شلويح جنبك؟ ايه وشلون العرس اللي رحتيه؟ أم ناصر رقصت؟ لا لا غريبة العادة ما تقعد من الرقص ايه ما شاء الله وسعاد ما ولدت؟ لا لا وصفية ما انخطبت؟ لا لا وتهاني ما سافرت؟ وين راحت؟ اكيد بيت العادة ايه اتسلم عليك امي وش كنتوا تهرجون كل هالوقت؟